طيب ناخذ الجزء الثاني. السؤال كان احنا الان حسبنا لي كم؟ حسبنا 170 75.55 سكند. السؤال الثاني كان ماكسيمم فاليو اوف تاو ومينيمم فاليو اوف تاو. دكتور احنا كنا حاسبين هون تي اس يساوي 7. قديش طلعت معنا؟ 7.16 7.6 ايوه تفضل يا اسف. دكتور باخذ اخر خمس طوابق وبناخذ اخر اول خمسه او ناخذ واحد بيدخل يعني كل اللي بيدخلوا على نفس. طيب اذا انت بتحكي عن الماكس طيب طلع حاله الماكس. السؤال بيقول هون قديش الماكسيمم فاليو تبع الراوند تريب تايم؟ طبعا بدنا نحاول نخلي اس ماكس تكون واتش تكون ماكس او اس سمول اتش وسمول اس من هلا الى هلا. فانت بتقول ايش كيف نعمل الماكسيمم؟ انه اخر خمس طوابق بتكون نوقف على اخر خمس طوابق. احنا عندنا طبعا هذه 15 وهاي عندي جراوند وهاي 14 وهاي 13 وهاي 12 وهاي 11 وهاي 10 1 2 3 4 5. بعدين ايش بتقول وين وقفوا الباقي؟ كلهم على الطوابق او اخر طوابق اخر شيء 15 17 13 تمام. بدك تقول انت انه 12 كلهم هذول 12 راكب يوقفوا تمام اوكي. قويت مع نفس الشيء نفس اللي انت حاله نفس اللي انت كمان حاله زي هيك. اذا احنا بدنا حتى الاقي الماكسيمم بوسيبل فاليو اوف اتش بدي اخليه واقف على 15. ممكن يكون في ناس طلبوا 15 مش شرط كلهم طلبوا 15 وما بخليهم كلهم يروحوا على 15. اذا راحوا كلهم على 15 ما عنديش غير 1 ستوب يعني ماكسمايزنج للنمبر اوف ستوبس. قديش الماكسيمم بوسيبل ستوبس؟ اذا هون بنقول انه اس ماكس تساوي بي. ما بقدر يوقف عدد مرات اكثر من بي مضبوط. واتش ماكس هاي تكون سمول اس هذه هاي بتساوي ان. عند هاي الحاله عند هاي الحاله tau attains its maximum value. اوكي ماشي الكل فاهم؟ اذا لما بنعمل لما كلهم بوقفوا كل واحد بيختار ستوب مختلفه. طبعا اس ماكس بتساوي تي بس مش شرط انه بي تكون اقل من ان اقل من او اذا بدنا نكون هون دقيقين لازم نقول كان يساوي او اقل. لازم ناخذ الماكسيمم اوف بي اند ان مضبوط. ايوه ولا المينيمم اوف بي اند ان على اتش صح ما للماكسيمم تايد لا بالمينيمم. اذا كانت بدها تكون مساويه لبي بس بشرط انه بي تكون اقل من ان مضبوط اقل او يساوي. فاذا كانت بي اكبر فاحنا بناخذ المينيمم اوف ان بي برضه هيك غلط ما مش هيك. خلينا نحطها هيك. If P is less than N فإيش بتكون قيمتها؟ P. If P أكبر من N فبتكون قيمتها N. المينيمم إذا المينيمم P of N مضبوط؟ أو بتساوي مضبوط مينيمم P of N. إذا هاي المينيمم و اتش ماكس دائما تساوي ان. هاي الحاله تاو اتينز اتس ماكسيمم فاليو. فاحنا في حالتنا هون بي اقل من ان لانه بي 12 وان 15 فبتكون اس ماكسيمم بتساوي 12 وان ماكسيمم بتساوي و اتش ماكسيمم بتساوي 15. خلينا نعملها هاي نحسب الفاليو او في حد منكم حسبها اوريدي؟ فبصير عندي هلا تاو ماكس بتساوي راح تكون اتش ماكس بتساوي 2 في 15 4.2 على 1.6 زائد اس ماكس راح تكون 12 زائد 1 في تي اس اللي هي 7.6 مضبوطه. تي اس مضبوطه هيك في على اي زائد اي على جي مش هيك 1.6 2.6 7.6 زائد 12 في 2.4 مش هيك اللي كانت 28 طلعت معكم 206.35
30 35 سنة. هلا نطلع قارنوا هذا الرقم بمين؟ نقارنه بالافرج. طبعا منطقا ما بصيرش يطلع معي افرج يكون اكبر من الماكس. فهذا هون تاو ماكس. اوكي؟ الكل فاهم فكرة التاو ماكس. This is the large. أنا عمالي بركز على فكرة إنه تاو هو random variable، والراندوم variable اللي هو distribution. مرات تكون الفاليوز تبعته كبيرة، مرات الفاليوز تبعته بتكون صغيرة. إحنا بالمعادلة هون بسطنا واشتغلنا على average value، بس هو مش constant. It's a variable بيختلف في كل رحلة من رحلة بناءً على destination تبعت الباسنجرز. إيش الباسنجرز بيختاروا على أساسها؟ طيب، وتاو من بيكون عندي S بتساوي 1 و H بتساوي 1. طبعا هذه احتمال انها تصير ضعيفه 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 جدا. اوكي، احتمال انها تصير على فكره هي 1 على 15 القوه 12، انه كل 12 باسنجر اختار الطابق الاول. هذا رقم صغير صغير جدا. حد يحسبه؟ 7.7. اوكي، البروبرتي انه يصير ضعيف فيها. اوكي، طيب خلينا نحسب اذا تاو اللي بتطلع معنا هون، فتاو الحالي هاي تكون تاو من تساوي تاو من بتساوي 2 في 1 في 4.2 على 1.6 زائد 1 في 1 2 في 7.6 وهي ظلت نفسها 28.8. قديش هاي بتطلع؟ 49.25 سكند. فلو جينا رسمنا بدنا نرسم، مش رح نقدر نرسم البي دي اف، بس نرسم شيء ان هذا الفاليو كان 175. فلو جينا حطينا مثلا هي 50 هي 100 150 200 تقريبا، هون رح يكون الماكسيمم فاليو. عمره ما رح يقدر يجيب فاليو اعلى من هذا الفاليو، وهون تقريبا رح يكون المينيمم فاليو. وال 175 جاي تقريبا هذه 200 تقريبا هون بتيجي هيك اكثر من الناس. هلا يمكن ما يكونش شكله زي هيك، بس هذا اسمه بي دي اف probability density function. بي دي اف للراندوم فاريبل اللي هو تاو سمول. تاو سمول بتفاوت بالمنطقه هاي. معنى هاي انه هو عادة او معظم وقته بهاي الفترة، بس ممكن يكون له قيم هون وممكن يكون له قيم هون، لكن لا يمكن يتزاوج هاي القيمة ولا يمكن يكون اقل من هاي القيمة. اوكي؟